السلام عليكم اهلا بكم بدايه الغزاله ديالي كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير او مرحبا بكم اليوم البنات اليوم جولة ديالنا من بيم فمرحبا بكم وما تنساوش يا حبيباتي لايك وبارطاج بسم الله على بركه الله ولا يحلو الكلام الا بالصلاه والسلام على الحبيب مصطفى المختار بالنسبه لبنات القرعه الكبيره بالنسبه للثمن ديالها راني حطيت لكم دايره 23 درهم واللي صغر منها المتوسط البنات دايره 17 درهم والصغيره البنات راه دايره 11 درهم ومتوفره في اللولين اللي كتشوفوا هذا الكري هذا اللي تشوفوا قدامكم وكذلك اللون الاسود اللي وريتكم من قبل هنا البنات دايرين واحد العرض رائع بالنسبه لهاد لاباري ديال ليبيلاسيون ديال اللي تنزولو بها الشعر بالنسبه لثمن البنات راه 100 درهم نزلوها الواحد 61 درهم 1300 ريال هي هذه تتخرج ديك لا ماشين وهاد الشمع جوج باكيت ديال الشمع اللي تنخدمو بها وايضا هاد الباكيت ديال لي بوند والبريز ديالها وكاين كتمشي البنات فهاد الساك ديالها المنظم تيتجمعوا فيه وبالنسبه لهاد العرض البنات راه هاد الشمع هذا ديال الشوكولا كي كتشوفو هو هذا وكيكون متوفر البنات كيكون في الحامض وفي الشمع وتعليت الخيار وكي كتشوفوا راه ايضا داير لكم لا ديال بيغونسي يعني راه هادشي راه ما بيريمي ما حتى شي حاجه تتاكدي من لا ديالك عاد تشريها والثمن ديال البنات راه خرافي 61 درهم مع ما دارت هما هادو البريز ديالها تنعاود تنوري ليكم تيجي بدي الله راه ما وريتكمش البريز المهم راه هي هادي تتمشي كامله مكموله بالساك ديالها والبنات ثاني غنمشيو لهاد المنظمه ديال الماكياج تا هي دايرين فيها تخفيض رائع من 40 درهم البنات نزلوها 24 درهم هي هادي ومتوفره البنات غير في هاد اللون راكم عارفين حتى تخرج ترونسبارون هكايا في هاد المجير لتحت وفي هادوك هكا القنيوسات هكا ديال الماكياج ولي بانسو هكايا والوسط ديال الحفيره المربع الوسط راه تكون متسعه تديروا فيها لي هذا لي باليت ولا اللي بغيتو هي هذه البنات بالنسبه للثمن كي قلت لكم راه 24 درهم وايضا البنات دايرين هذا العرض الرائع في هذا هاد الباني ديال لا سال دو بان بلا بغوز ديال التواليت اعزكم الله هي هادي وبالنسبه لهذه راه متوفره في اللون الاحمر حتى البيض كان ولكن البيض راه ما بقاش وبالنسبه للثمن البنات كي كتشوفوا حتى هي 61 درهم واعزكم الله هادي لا بغوز ديال التواليت وغزال البنات الثمن رائع وك كي كتشوفوا ان ما كنديروش في يدينا يعني تنزطو برجلينا وهذه ستكون تحافظنا على النظافه ديال يدينا وهنا البنات ثاني دايرين عرض غزال بالنسبه لهاد الطابي ديال الباب هاد المعقمه تنديروا فيها البرودوي ولا ورا كانوا تشهروا في كورونا بالنسبه ل 861 درهم يعني نزلوا 100 درهم وهنا ايضا البنات كاين هاد العرض هذا هذا ثمن عادي ما فيش برومو ما حاجه هاد الباني هذه تيخرجوا ثلاثه ممكن تخرج هاد الباك هذا في هاد الصفاي في هاد العصاره عفوا وفي هاد البينيو الصغير هكايا شكل الشكل ديالو زعما عصري وهاد باسوار هاد الشبيكه والبينيو اللي كبر منها كيخرجوا ثلاثه بلا عصاره ومتوفر البنات في هاد اللون هذا وهاد واحد اللون اخر انا غادي نوريه لكم دابا مورا هذا كاين العصاره هنا تجي في البلون هي هادي وبالنسبه لهاد الاسره تيبان لكم داك بلاستيك ديالها راه بحال الدجاج نقي وفيها حتى القياسات هكا كيوريتكم دابا وايضا كاين هاد اللون هذا هو اللي كاين في الكاتالوغ هاد الاورانج ولا الساره في الصفر والباني تيتبع في الـ في الاورانج هادي وال والبانيو الكبير البنات تيجي هكا في الخضيدر عكس الاولى كي كيجي البانيو الكبير في الكحل هما هادو والثمن كي كنتو كتشوفوا راه 79 درهم يعني 80 درهم 16% وانا البنات دايرين عرض زوين عاوتاني في هاد اش كنقولوا لهذا الغلاي هذا اللي تنسلقوا فيه البيض ولا هذا بالنسبه للثمن البنات راه نزلوه ل... نزل 18 درهم البنات بعد ما كانت ديال 700 درهم 35 درهم وايضا البنات دايرين واحد البرومو غزال ثاني في هذه المخله ديال لي كريب هذه بالنسبه للقياس ديال 26 سنتيم نزلوا البنات من 50 درهم نزلوها ل 30 درهم يعني نقصوا فيها 20 درهم غزاله وايضا البنات عاود هذا الشيء تبارك الله الخير هاد هاد الايام هذه تبارك الله اغوغو بالنسبه لهاد المريال البنات نزلوها من 50 درهم نزلوها ل 30 درهم 600 دره اللي هي هذه فينا وفيها دو فاس واحد الفاس عادي والفاس اللي كيكبر كي هكا بغيتي يتقادف شبانك تزول لي بوان نوار يعني كتعطيك الصوره ديال الوجه كبيره غزاله البنات هذه فنته إيه هي هي هذه كي قلت لكم البنات راه 30 درهم وايضا البنات كاين هاد الصينيه هادي تاهي شي حاجه للحلويات هكايا ولا عندك ضيافين دي ديري فيها لي غاطو المهم ديري فيها شنو بغيتي بالنسبه للثمن ديرها 80 درهم مية درهم وشكل ديال البنات تاعي موديرن وش حاجه جديده يعني شي حاجه ما دارجاش بزاف وما خرجوش بزاف وبالنسبه للثمن كنعاود نقول لكم راه ثمانين درهم وايضا البنات كاين هذا العرض هذا هذا ديما تيجيبو به ماشي ديما ولكن مره مره تيغيب وتعاود رجع يعني اللي ما درتوهش هذه المره ما معليش تقدروا تلقاوه مره اخرى هذه القطعه ديال الفخوماج بسكاكن ديال الفخوماج سباتولا ديال الفخوماج غزي ولا بالنسبه للثمن البنات 80 درهم ديك 79.90 يعني 80 درهم مئة ولكن غزاله البنات وبخاتيك براتيك بالنسبه للسيرتو الناس لسيخ اللي تاكلوا فخوماج بزاف يعني غزاله وأنيقة وايضا البنات كاين هذا العرض هذا ديال معلقه العود هكا اللي تنحركو بهم ما كيسيغتو كنحركو بهم قال الطفال وهذا الحاجه باش ما تجرحش بالنسبه للثمن البنات ديالي 18 درهم واحد الملاحظه انا جاني هذا الثمن هذا غالي تيجيني نقدروا نشريوهم على برا ارخص ولكم واسع النظر انا المهم جوني بهذا الثمن شويه غاليين ولكن يمكن يقدر يكون لوبوا شي حاجه عاوتاني ولكن جوني البنات ما ديوش جوني جاوني وهادو البنات جاوني فرصه رائعه يعني تنشارك معكم اللي تجيني في المتناول تدجيني تجيني وعاوتاني البنات هادو تا داروا فيهم عرض رائع بالنسبه لسوا سوا البنات المعلقه الكبيره سوا المغرفه سوا هذيك الباسوار المشبكه اي حاجه البنات هادو نزلوهم 9 درهم بعد ما كانوا دايرين البنات 21 درهم وما هادو هنا البنات كننتقلوا لهاد الاله ديال البخار ديال سيرتو ملي كنبغيو نزولو لي بووانوا ولا شنو اللي ماسك ديال البخار ولا نديروا شي مثلا بحال الزعتر ولا اليازير ولا اي حاجه تنديروها في الماء طايب هكا وتنديروا كيف البخار هكا باش كتفتحوا المسام باش نزولو مثلا كي قلت لكم بووانوا ولا باش نغديو الجسم هكا بالبخار تيكون فيه مواد طبيعيه البنات نزلات هي الواحد وستين درهم بعد ما كانت دايره مية درهم مديوش عليا كنبقا نشرح ليكم بزاف هي هادي البنات وأنا غادي نحلها ليكم باش تشوفو هنا كنديرو الماء وديك ديك هاد اللعيبة اللي هازا في يدي ديال البلاستيك راه زعما تنعمرو الما باش تنخويو فيها معليش ورا تتخدم بالضو وبالنسبه للثمن البنات 61 درهم وايضا غنتاقلو البنات هادي دايرين فيها برومو زوين نزلوها نقول 19 درهم فاصلة يعني عشرين درهم تبارك الله البنات راه كانت غاليه هادي نزلوها لكم زعما فيها تخفيض رائع وغزاله البنات وما تتصديش اي مجربه وايضا البنات دايرين هاد الكاس ديال الطوموبيل هذا بالنسبه للثمن ديالو البنات كان داير 40 درهم ونزلو 30 درهم نقصو فيه 10 درهم هو هذا وراه تيمشي بالشارجور ديالو ديال باش كتشارجي في الطموبيل هكايا غزال البنات ورأي اينوكس وزوين هكايا تبارك الله دير على شكل الماك هكايا ديري في اي حاجه مهم كتشارجي في الطوموبيل هو البنات والثمن قلت راه ناقص 10 درهم وهذه عاوده البنات تاعي ديال الماساج حتى هي دارو فيها تخفيض من خمسين درهم نزلو ف# نزلوها لخمسة وعشرين درهم يعني النص بالنص هي هذه والبنات اللي مجرب شي حاجه سيرتو هذه اللي مجربها يفيدنا ويفيد البنات جميعا انا البنات هذه ما جرب ما ما نحكمش عليها واللي مجربها تفيدنا ولكن بالنسبه للثمن البنات راه فيها تخفيض زوين هي هذه البنات المهم راه خديتوها كتشوفوا الكتالوج هكايا ولا الكتيب ديالها تشرح لكم جميع المراحل واخيرا البنات كاين هذا الشوفاج هذا تبارك الله غزال البنات وبالنسبه للثمن ديالو راه نزلوه من 550 وخمسين ل 400 درهم وبالنسبه الواتس ديالو البنات راه عالي 2500 يعني 2500 وات ديالنا